متابعينا مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونجدد بكم التحية المسائية في هذا المساء في الثامن من شهر سبتمبر لعام 2024 في هذا اليوم، يوم الأحد الذي خصص لانطلاقات الإجداع وانطلاقات الإبداع وانطلاقات الإبداع هنا في هذا المساء، في انطلاقات الذهب وانطلاقات الكؤوس هنا في هذا اليوم الذي ترفع فيه الرؤوس، في انطلاقة الأصايل وانطلاقة الأبطال الحاضرين والمتواجدين هنا في هذا المساء، انطلاقة أول أشواطنا في هذا المساء للقعدان الإجداع وكأس الإجداع المفتوح. متابعينا الكرام، الأصايل وملاكها الحاضرين والراغبين والطامحين بالفوز والانتصار، ونهل يروح فنحور القطيع من سلالات سبق، وفيه دفع وجهد، شوط كاس وتحدي، وشوط جدا سريع، فيه سرعة غزال وفيه سرعة فهد، في عروس المصايف مرحبا بالجميع، مهرجان نهائي الولي العهد مرحبا بالكل والجميع هنا في عروس المصايف. كما نرحب متابعينا الكرام، نحن نرحب والميدان يرحب بصاحب السمو الملكي الأمير هنا سعود بن النهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود محافظ محافظة الطائف. مرحبا مرحبا بهذا الحضور الذي شرف هذا الميدان. متابعينا في كل مكان، نتقدم مباشرة هنالك إلى مقدمة الشوط، إلى عشاق 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 أو هملول بشعار هجن زعبيل، المتألق بن مرشد أبناء زايد، حاضرين حاضرين من دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في المملكة، طامحين راغبين بالفوز والانتصار، والنوماس الأغلى والغالي في هذا المساء، المركز الثاني وصل المشتاق، وصل المشتاق عشاق عشاق أيضا بشعار هجن زعبيل، أيضا بمتابعة المتألق بن مرشد، يتابع لنا عشاق ويتابع لنا هملول، ثالثا من يصل ويتقدم، يصل 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 مرحبا بشعار خطير، وصل الشامي وصل الشامي، يقدم لنا الشامي الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، يقدم لنا الشامي هنا يصل في اليوم هنا في هذا اليوم في يوم الزحامي، يقدم جاهز والشامي مثل ما قدم لنا خطير خاطفة لكأس الإجداع الإبكار المفتوح. المركز الرابع من الجانب الآخر يصل يصل حمد بن فايل بن حمد الزرعي نعابرق أبناء السلطنة، يتقدمون على المركز الرابع. خامسا وصل الحمر، وصل الخطر، وصل شعار هجن الرياسة، من يقدم لنا انطلاقة الصيرمية، الصيرمي الصيرمي يدفع لنا بالصيرمية، من يتابع لنا هذا العملاق، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وأيضا وصول وقدوم من شعار هجن الشحانية، يدفعون لنا بثمين، ثمين على المركز الخامس. الاثنين كيلومترات هي المتبقية، الأمتار المتبقية، الأمتار التي هنا متبقية في هذا المساء، هنا الأمتار الاثنين كيلو، وهي القدوم. وصل عز، وصل حاسن بن سعد بن حسن القرشي، يصل مع عز، الله يشهد
الشعار أم الزبار يصل مع السعادة. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى من تقدم، إلى من انطلق نحو الكأس، كأس الإجداع، كأس الإجداع القعدان المفتوح. وين بيتجه؟ وين بيروح؟ هنا حمد بن فايل بن حمد الزرعي أبناء السلطنة يتقدمون، يتسلطنون على مقدمة الشوط. ياهو من شوط يحمل لنا كوكبة من القعدان الإجداع. الله الله 1200، 1200 يا الزرعي، حذاري من هذا الوصول. وصل، وصل، وصل هنا في هذه اللحظات الصيرمية، هنا بشعار هجن الرياسة العملاق يتقدم. الله الله دقت الأجراس، أجراس الكيلو متر الأخير، هنا بقيادة الزرعي من يقدم لنا هنا برق، وأيضا هجن الرياسة والقرشي يتحرك. العزيز، العزيز مع عز حاسن بن سعد بن حسن القرشي. هنا أبناء المملكة حاضرين في الشوط الرئيسي، هنا أبناء السلطنة وأبناء دولة الإمارات وأبناء المملكة وأبناء مملكة البحرين يقدمون لنا جاهز، يدفعون لنا بجاهز. رحبوا بهذا الوصول وهذا القدوم، غريب، غريب بالشعار الأخضر، بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم. الرياسة تتحرك، الرياسة مع، مع الصيرمية، مع الصيرمية، طار الصيرمية، هذا اللي طار، 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 طار من القاع، واسمه شاع وخطف كأس القعدان الإجداع من المملكة، من المملكة إلى دولة الإمارات، إلى هجن الرياسة. سلام يا هجن الرياسة، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير، السلام إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي، هنالك في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشكور يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، قدم لنا الصيرمي هنا منتزعا خاطفا لكأس الإجداع القعدان المفتوح. سلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني، وصل غريب بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم، تابع لنا غريب. المركز الثالث، سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مع انطلاقة شعاره مع جاهز وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري. المركز الرابع والخامس في الإعادة، إفادة لنعطي كل ذي حق حق. نعود بالتوقيت الزمني، توقيت الصيرمي بشعاره الأحمر الخطر، هنا شعار هجن الرياسة، 7:28:56 جزءا من الثانية. التوقيت الزمني الأفضل يذهب مع الصيرمي تحت أقدام الصيرمي، هنا خاطفا للكاس الأقوى للإجداع القعدان المفتوح، ويروح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويذهب بالتوقيت الزمني الأفضل في هذا المساء. مشكور يا العملاق الوهيبي سلطان بن محمد الوهيبي، غريب على المركز الثاني، هنا بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ووصل على المركز الثاني مع غريب. هنا توقيت غريب 7:30:59 جزءا من الثانية. المركز الثالث، هنا جاهز بشعار الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، توقيت جاهز 7:36 وجزءا يتيما من الثانية. المركز الرابع، وصل برق بشعار حمد بن فايل بن حمد الزرعي، توقيته الزمني 7:37
19 جزءا من الثانية المركز الخامس. وصل عز بشعار حاسن بن سعد بن حسن القرشي 7:37.91 جزءا من الثانية. هكذا متابعي